الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. لقد اقترح بعض الإخوان أن نختم دروس الأربعين في فترة ما قبل الحج بالكلام على هذه المناسبة العظيمة وهي أحكام عشر ذي الحجة وما يتعلق بها من الفضائل وأحكام الأضحية، وهذا طيب جدا لأننا بها نطبق أمرين. الأمر الأول أيها الإخوان أننا نحيي سنة سلف الأمة في التعلم قبل العمل، فإن الدين مبني على علم وعمل، فالعلم بلا عمل لا ينفع الإنسان بل هو وبال عليه، وكذلك العمل بلا علم هذا ضلال، فالذي عنده علم ولا عمل عنده فهذا فيه شبه من اليهود المغضوب عليهم، والذي عنده عمل على غير هدى ولا علم فهذا فيه شبه من النصارى. إذن هذا فيه إحياء سنة السلف وفيه التعلم قبل العمل. يقول الله جل وعلا إلا الذي والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول وبالله التوفيق إن من فضل الله جل وعلا على هذه الأمة المحمدية زادها الله شرفا ورفعة أن جعل لها مواسم خيرات تضاعف فيها الأجور، تضاعف فيها أجورها وتجاب فيها دعواتها وتقال فيها عثراتها، وهي مواسم تدور مع دوران السنة ولله الحمد والمنة. والحكمة العظيمة من هذه المواسم هي تضعيف أجور الأمة، تضعيف أجور الأمة، فإن الأمة تقدر الله عليها أن تكون أعمارها ما بين 60 و70، وأعمار الأمم السابقة كانت تتجاوز ذلك، فخفف في أعمارنا وضعف في أجور أعمالنا، خفف في أعمارنا وضعف في أجور أعمالنا ولله الحمد. فمثل هذه المواسم ينبغي للمسلم أن ينتهزها وأن يستغلها فرصة حتى يزيد في رصيد حسناته ويخف ميزان سيئاته. ومن تلك المواسم العظيمة هذه العشر العظيمة المسماة بعشر ذي الحجة، والكلام عليها سيكون في مسائل. المسألة الأولى ما فضلها؟ الجواب لقد وردت الأدلة من الكتاب والسنة مبينة فضل هذه العشر. فأول فضائلها إقسام الله جل وعلا بها، فقد أقسم الله جل وعلا بهذه العشر. وأنتم تعرفون أن القاعدة المتقررة عند العلماء رحمهم الله أن الله ما يقسم إلا بالشيء العظيم والأمر الجلل الخطير الكبير الذي له أثره الكبير، كما أقسم الله جل وعلا بالشمس والقمر وغيرها من المخلوقات. فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته، وإقسامه بشيء من مخلوقاته دليل على عظمة هذا المخلوق. فقال الله جل وعلا في سورة الفجر قال والفجر وإيش أجمع وليال عشر، والليالي العشر هنا في قول أكثر المفسرين وهو أحد تفسير السلف أنها عشر ذي الحجة، فلما أقسم الله جل وعلا بها دل ذلك على عظيم فضلها وكبير منزلتها عند الله جل وعلا. فإذا وليال عشر هذا هو المراد بها عشر ذي الحجة، كما هو قول جمهور المفسرين وكذلك قول جمهور الخلف، وقال به ابن كثير في تفسيره قال وهو الصحيح. ومن فضائلها أيضا أن فيها اليوم الذي أكمل الله جل وعلا لنا فيه ديننا وهو يوم عرفة، فالله جل وعلا أكمل لنا هذا الدين في يوم عرفة. ولذلك يقول اليهود لعمر الله، يخاطبون اليهود يخاطبون المسلمين، يقول رجل يهودي لعمر لعمر الله إنكم تقرؤون آية لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا، يعني لاتخذنا ذلك اليوم الذي نزلت فيه هذه الآية عيدا. فقال عمر إني لأعلم المكان الذي نزلت فيه واليوم الذي نزلت فيه، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في يوم جمعة، فإذا اجتمع في نزولها عيدان، عيد السنة وهو يوم عرفة وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة. ومن فضائلها أيضا مضاعفة الأجور فيها، مضاعفة أجور الأعمال فيها، فالحسنة في هذه العشر ليست كالحسنة في غيرها كما هو مقرر
بالأدلة. ومنها أيضا من فضائلها أنها الأيام المعلومات الذي شرع فيها كثرة الذكر والتكبير والتهليل، هذه هي الأيام المعلومات. قال الله جل وعلا: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأيام قد وصفت بأنها معلومات ومعدودات، فالأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، وأما الأيام المعدودات فهي أيام التشريق، فهي أيام التشريق كما هو قول أكثر المفسرين وجمهور العلماء. ومنها أيضا من فضائلها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لها بأنها أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا هي هذه العشر التي تمر بنا أيها الإخوان، والتي اقتطعنا منها يوما واحدا. ففي مسند البزار بإسناد حسن يقول النبي من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا الأيام العشر، أفضل أيام الدنيا الأيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن يا رسول الله، يعني في سبيل الله، يعني قيل: ولا مثلهن في سبيل الله يا رسول الله. قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب، يعني أنه خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. وهذا الحديث حديث حسن. فإذن هي أيام، هي أفضل الأيام. وهنا خلاف بين أهل العلم، أيهما أفضل، العشر الأخير من رمضان ولا أيام ذي الحجة؟ في خلاف بين أهل العلم على ثلاثة أقوال، منهم من قال العشر الأخير من رمضان هي الأفضل، ومنهم من عكس الأمر وقال بل عشر ذي الحجة هي الأفضل. والقول الصحيح إن شاء الله هو التفصيل بينها، هو التفصيل في التفضيل بينها، وهو القول الثالث الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال: إن اليوم منقسم بين نهار وليل، ولا لا؟ فليالي عشر رمضان أفضل لما فيها من القيام وليلة القدر، هذا في الليل، هذا في الليل. فإذا الليالي العشر الأخير من رمضان أفضل، ونهار عشر ذي الحجة أفضل. أنتم معي يا أخوان في هذا؟ إذن عشر الأخير من رمضان تفضل بماذا؟ بلياليها، بليلها. طيب، وأيام العشر من ذي الحجة تفضل بنهارها. فإذا لابد أن نفرق بين الفضل، فإذا كل العشر فيها فضل، ولكن نهار العشر من ذي الحجة أفضل، لأن فيها رمي الجمرة وفيها الذبح وفيها الأضحية، ولا لا؟ فيها أعمال كثيرة ما تكون في الليل. لكن أما أعمال عشر الأخير من رمضان فإنها أفضل لكثرة الأعمال والعبادات فيها. ومن فضائلها أيضا، من فضائل العشر من ذي الحجة، أن فيها يوم عرفة، وهو اليوم السابع ولا الثامن ولا التاسع ولا العاشر؟ ها، اليوم التاسع. هذا من أفضل أيام العام، هذا من أفضل أيام العام، فهو يوم تقال فيه العثرات وتغفر فيه الزلات ويدنو الله من عباده ويباهي بهم ملائكته. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن فضيلة صيامه لمن ليس بحاج، فقال: إني أحتسب على الله أن يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة التي بعدها، يعني سنتين، يكفر سنتين، سنة التي مضت والسنة التي ستأتي، مع أنك ما فعلت فيها شيئا، لكن لو فعلت تكون مكفرة بأمر الله جل وعلا. والمراد به تكفير الصغائر ليست الكبائر، المراد به تكفير الصغائر. وصيام يوم عرفة مستحب بإجماع العلماء، انتبه، بإجماع العلماء، إلا لمن كان حاجا، فإن الأفضل لمن كان في عرفة من الحجاج أن يفطر حتى يكون ذلك أدعى لقوته على الدعاء، ليس كذلك يا إخوان؟ طيب، وكذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أفطر في هذا اليوم. ومن فضائل هذه العشر أيضا أنها تختم بأعظم يوم عند الله، وهو يوم الحج الأكبر، وهو اليوم العاشر من عشر ذي الحجة، وهو اليوم العاشر من ذي الحجة. هذا من أعظم الأيام عند الله، وقد سماه الله جل وعلا بالحج الأكبر. قال الله جل وعلا: يوم الحج الأكبر. وقد اختلف العلماء في المراد بالحج الأكبر، والقول الصحيح إن شاء الله أنه يوم النحر. ويوم عرفة أيضا يوم حج أكبر، ولكن أكبر منه يوم عشرة.
يوم عشرة، فإذا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، وهو أول أيام عيد الأضحى، وهو من أفضل الأيام عند الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. يوم النحر يوم عشرة، ويوم القر يعني اليوم الحادي عشر، وهو يوم يقر الناس فيه للمبيت بمنى، لأنهم كانوا يتنقلون أول ما بين منى وعرفة ومزدلفة، ثم قروا في منى في أواخر أعمال حجهم. ومن فضائلها ولعله الأخير اجتماع أمهات العبادات فيها، فإن هذه الأيام العشر يا إخواني يجتمع فيها من العبادات ما لا يجتمع يا أحبابي في غيرها، فيجتمع فيها الصوم، يجتمع فيها الذكر والتسبيح والتهليل وقراءة القرآن، يجتمع فيها الصلاة، يجتمع فيها أعمال الحاج الكثيرة المتعددة التي تعرفونها. فإذا هذا يوم، هذه أيام عظيمة عند الله. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لأنه يجتمع فيها أمهات العبادة، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، ولا يتأتى ذلك في ذلك في غيرها. المسألة الثانية: بما نستقبل هذه العشر؟ بما نستقبل هذه العشر؟ يعني ما الأشياء التي يرغب استقبال العشر بها؟ نقول: يستحب للإنسان أن يستقبلها بعدة أمور. هذا استقبالها قبل ما تجي الآن، ما بعجت، لكن يستحب أن يبدأ مجيئها بعدة أمور. الأمر الأول: التوبة النصوح إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب والمعاصي. هذه أحسن ما يستقبل به عشر ذي الحجة، أن يتوب العبد إلى ربه جل وعلا توبة صادقة نصوحا مستجمعة لشروطها. وما شروط التوبة النصوح؟ شروطها خمسة: الأول الإخلاص إلى الله جل وعلا، يعني أن يتوب مخلصا إلى الله، ما يتوب يرائي بتوبته، لا، ما يقبلها الله. الأمر الثاني: أن يتوب في زمن الإمكان، وكل العمر زمن صالح للتوبة إلا إذا خرجت علامتان. العلامة الأولى خروج الشمس من مغربها، فإذا خرجت الشمس من مغربها فإن التوبة تنقطع عن الجميع. وكذلك إذا بلغت الروح الحلقوم، يعني غرغرت الروح سكرات الموت، فحينئذ تنقطع التوبة عن هذا الشخص الذي بلغت روحه حلقومه. وعلى ذلك أدلة كثيرة، ومنها الإقلاع عن الذنب فورا، من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب فورا، ثم العزم على عدم العودة إلى هذا الذنب، ثم أيضا الندم على تلك الأيام وتلك اللحظات التي قضاها الإنسان في معصية الله جل وعلا. ومنها إذا كان بينه وبين الناس حقوق معنوية من غيبة أو نميمة أو غيرها، أو حسية من أموال أو غيرها، فيجب عليه أن يرد الحقوق إلى أصحابها والأمانات إلى أهلها. أنتم معي أخوان ولا نمتوا؟ ها؟ واضح الكلام؟ واضح. فإذا هذا أول شيء. الأمر الثاني: العزيمة الصادقة والنية الجازمة باستغلال أيام هذه العشر فيما يقربك إلى الله. اعزم وانوي الخير، حتى لو ما قمت أو كسلت أو فترت يكتب لك أجر ما نويت، فإن العبد يبلغ بنيته ما لا يستطيعه بعمله. أنت انوي الخير، انوي الخير في هذه العشر، فإنك إن قمت بالخير وقرنت النية بالعمل الصالح ازداد أجرك وضعف ثوابك. فإذا تخلف عنك شيء من العمل بسبب مرض أصابك في هذه العشر، أو بسبب سفر حل عليك، أو بسبب كسل أو عجز أو فتور، فحينئذ لا يعدم الإنسان كتابة أجر ماذا يجمع؟ النية الصالحة. فالعبد فنية المرء أبلغ من عمله كما قال العلماء. والإنسان إذا نوى الخير كتب له أجر ما نوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما حيزت الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو ينفق ماله في سبيل الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، هذا مسكين ما عنده شيء كيف يتصدق؟ تصدق بالنية. قال ربي لو كان لي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل، قال فهما في الأجر سواء. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نوى أن يقوم من الليل فغلبته عيناه كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه. إذن الحمد لله، هذه نعمة عظيمة. انوي الخير، انوي أنك سوف تقوم الليل، حتى لو ما قمت يكتب لك الأجر بالنية الصالحة
النية الصالحة لها أجرها المستقل وثوابها المنفصل عن العمل. فإذا قرن العمل معها فالحمد لله، ما قرن العمل معها لا أقل من أن تؤجر على هذه النية الصالحة. فاجعل لك في كل باب من أبواب الخير نية صالحة. وهذا ترى ليس كلاما للكبار فقط، لا، كلام للكبار وللصغار وللذكور وللإناث، بل وللإنس وللجن أيضا، لأن الجن مكلفون بما كلف به الإنس في الأصالة. إذن النية والعزيمة الصادقة على اغتنام هذه الأيام العظيمة هذا طيب، استقبل هذه الأيام بنية صادقة وعزيمة جادة على أن تعمل الخير فيها. ومنها أيضا البعد عن المعاصي، وأن تجعل هذه الأيام نقطة تحول من المعصية إلى الطاعة ومن المخالفة إلى الموافقة. فإذن هذه مما ينبغي للإنسان أن يستقبل العشر بها. المسألة الثالثة، حلت علينا العشر، فما الأعمال التي يستحب أن نوقعها فيها؟ الآن حلت علينا العشر، طيب إذا ما الأعمال الذي رغبت الشريعة أن نوقعها فيها؟ أقول عندك قاعدة عامة، وهي أنه ينبغي الاستكثار من كل وجوه الخير وأعمال البر في هذه العشر من غير تحديد، من غير تحديد. أي عمل من أعمال البر وأي عمل من أعمال الطاعة يستحب أن توقعه في هذه العشر. وأعمال البر كثيرة وهي تختلف بين شخص وشخص، فأنت انظر إلى العمل الذي تحبه نفسك وترتاح إليه روحك واستكثر منه في هذه العشر. فإذا كان الإنسان مقبلا على قراءة كتاب الله جل وعلا فالحمد لله، إذن ليكن هجراك وديدنك في يومك وليلتك هي قراءة كتاب الله جل وعلا، استكثر من قراءة كتاب الله. وإذا كان الإنسان مقبلة نفسه على الصوم ولا يثقل الصوم عليه وهو محب لعبادة الصيام فالحمد لله، استكثر من الصيام، استكثر من الصيام، الميدان أمامك ولله الحمد. وإذا كان الإنسان ذا مال كثير وهو يحب الصدقة، فإذا إذا كنت تتصدق على فقير واحد كل يوم في الأيام الثانية في أيام العشر استكثر، فاجعلهم عشرة فقراء تتصدق عليهم في اليوم والليلة. إذا كل أعمال البر وكل أعمال الخير والطاعة تستحب في هذه العشر، ويختلف فضيلة العمل باختلاف ما يتناسب معك أنت. ولذلك كان الرجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أي الأعمال أفضل يا رسول الله، ها؟ فإذا رآه جلدا قويا نافعا في الجهاد قال الجهاد في سبيل الله وللإجماع. بينما يأتي رجل آخر يقول أي الأعمال أفضل يا رسول الله، فيرى أن له أبوين شيخين كبيرين يحتاجان له، فيقول بر الوالدين. إذن تنوع الفضل بتنوع إيش؟ بتنوع الأشخاص. فإذا كل واحد الأفضل في حقه ما يتناسب معه وما يجتمع عليه قلبه. من الناس من إذا صام تعطل عن قراءة القرآن وتعطل عن الصدقة وتعطل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جايع تعبان قاعد في المرقد وبس. نقول لا يا أخي، إذا اترك الصوم، عليك بتلك الأعمال التي نفعها متعدي والتي أنت والتي تحبها نفسك أنت. فإذا القاعدة العامة في هذه الأيام العشر هي أن يستكثر الإنسان من كل وجوه البر وأن لا يضيع منها شيئا ولو شيئا يسيرا. يعني إذا قلنا والله استكثر من قراءة القرآن لا يعني هذا أن تترك الأعمال الأخرى، لكن استكثر من هذا العمل على وجه الخصوص مع حرصك على القيام بالأعمال الأخرى ولو شيئا يسيرا. وإذا كنت صاحب لسان يلهج بذكر الله دائما فاستكثر الحمد لله، اقطع الأوقات الطويلة في التسبيح وفي التهليل وفي غيرها. ولكن ومع ذلك نص العلماء على عدة أعمال ينبغي للمسلم المحافظة عليها، فإذا حافظت عليها وأتيت بها كاملة أو أتيت بما تستطيع وتقدر عليه فالحمد لله. من ذلك أيها الإخوان، وهو أعظم ما يوقع في هذه من أعظم ما يوقع في هذه العشر، التوبة. فإن الأعمال الصالحة مطلوبة في هذه العشر. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله جل وعلا من هذه العشر. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فإذا التوبة من أعظم الأعمال الصالحة التي نوقعها في هذه الأيام. ومنها المحافظة على الصلوات الخمس في المساجد حيث ينادى بها مع جماعة المسلمين. نعم، لا تفوت ولا فرض. إذا كنت مقصرا في الصلوات المفروضة سابقا قبل دخول هذه العشر فإن مع دخول العشر يجب عليك أن تنوي النية الصادقة في أنك ما يفوتك ولا فرض من فروض هذه العشر. وإنها والله محطة تعويد وتربية للنفس على الاجتهاد في الأعمال الصالحة والمحافظة عليها. ثم أيضا حافظ على نوافل العبادات، وهو العمل الثالث، نوافل العبادات.
يعني مثل نافلة الضحى الاثني عشر ركعة التي تكون قبل الصلوات، أربع قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين قبل صلاة الفجر، هذه حافظ عليها، فإن من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. والنافلة في هذه العشر ليست كالنافلة في غيرها، لأن العلماء يقررون أن الحسنة تضاعف بحسب الزمان والمكان. فالمعصية في المسجد هل هي كالمعصية في الشارع يا جماعة؟ أجيبوا، المعصية في المسجد مثل المعصية في الشارع؟ لا، أيهما أعظم؟ اللي في المسجد. لماذا؟ لشرف المكان. طيب والمعصية في الحرم مثل المعصية في الدلم؟ جواب لا، المعصية في الحرم أشد إثما. طيب والمعصية في هذه العشر هل هي كالمعصية في غيرها؟ الجواب لا، كذلك الحسنة، كذلك الحسنة. إذن الحسنة تضاعف بحسب الزمان والمكان، وكذلك السيئة أيضا تضاعف بحسب الزمان والمكان. ومنها أيضا وهو عمل عظيم، وهو أداء الحج والعمرة لمن لم يؤدها سابقا أو أراد أن يتطوع بها، فإن أفضل ما يعمل في هذه العشر أداء الحج. أداء الحج هذه نعمة عظيمة لمن وفقه الله جل وعلا وتوفرت فيه الإمكانية في أن يذهب إلى تلك المناسك منطرحا بين يدي الله، باكيا خاشعا متضرعا داعيا ملحا على ربه مستغفرا تائبا متنقلا بين تلك المناسك العظيمة التي هي مشعر من مشاعر أبينا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هذه نعمة عظيمة لمن وفقه الله وأمكنه ويسر له الراحلة والزاد وقوة الجسد والصحبة الصالحة وفتح أمامه سبل، هذا لا يحرم منه إلا محروم إذا فتحت لك السبل. الحمد لله، أداء الحج والعمرة هناك من أعظم ما يقطع فيه العشر. ومنها أيضا الصيام، صيام هذه الأيام إما كلها أو بعضها، نما نقول صمت تسعة أيام كلها، إذا حاول ولو تصوم يوما أو يومين على الأقل ما تطلع لك ذا العشر إلا وأنت صائم، نعمة عظيمة لمن وفقه الله ويسر عليه هذه العبادة. صم يوما يومين ثلاثة، وإذا أمكنك الله أن تصومها كلها فالحمد لله، هذا نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. والذين والعجيب أنني رأيت أن السلف رحمهم الله مختلفون في صيام الست من رمضان، في صيام الست عفوا بعد رمضان من شوال، يعني هذه الإمام مالك يمنع، يعني كأنه كره صيامه، لكن لم ألا أعرف خلافا بين أهل العلم في استحباب صيام هذه الأيام العشر. فإذا تعظيم السلف لهذه الأيام أشد من تعظيم الست من شوال، القضية قضية كبيرة جدا، فعلينا أن نعظم ما عظمه الله في كتابه وما عظمه نبيه صلى الله عليه وسلم في صحيح سنته، فتعظيمها بالعبادات فيها. فإذا كنت تستطيع أن تصوم اليوم الأول طيب، وإذا كنت ما تستطيع أن تصوم ولو يوم منها فانتبه أنه يفوتك إيش؟ يوم عرفة، على الأقل يوم عرفة، يعني أضعف الإيمان، إياك أن يفوتك ذلك اليوم إن كنت قادرا مستطيعا على صيامه، على صيامه. ومن الأعمال أيضا الطيبة في هذه العشر كثرة التكبير والتهليل والتحليل والتهليل والتسبيح والتحميد، ولذلك يقول الله جل وعلا ويذكر اسم الله في أيام معلومات. الأيام المعلومات كما ذكرنا هي أيام العشر، استكثر فيها من التسبيح والتهليل. وهنا مسألة، وهي أن العلماء رحمهم الله تعالى قسموا التكبير في هذه الأيام العشر إلى قسمين، قالوا تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المطلق يدخل من أول أيام هذه العشر، يعني داخل من أمس المغرب يا إخوان، صح ولا لا؟ داخل من أمس المغرب ونحن نكبر، كبر أكثر من التكبير عندما تلتقي أنت والرفاق، عندما تركب السيارة وتنزل من السيارة، عندما تدخل البيت وتخرج من البيت، عندما تخلع الثوب وتلبس الثوب، يعني في مختلف أحوالك وفي كل أحيانك أكثر من ذكر الله جل وعلا. عبادة لسانية ما تحتاج لا إلى استقبال قبلة ولا إلى ستر عورة ولا شيء، ولا بلا شيء أبدا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولا الحمد، أكثر أكثر من التكبير والتهليل، على الأقل على الأقل قلها في اليوم 100 مرة. الله أكبر، الله أكبر، لا يعد على يدك في الصباح وفي المساء وفي أدبار الصلوات وفي غيرها، يعني هذا تكبير مطلق. وهذا التكبير يمتد امتدادا طويلا حتى تغرب شمس آخر أيام التشريق، يعني اليوم الرابع من العيد، اليوم الرابع من العيد في آخر، إذا صليت العصر فقد عفوا إذا حل عليك المغرب ذاك اليوم فقد انتهى وقت التكبير المطلق. وقبل انتهاء وقت التكبير المطلق بعدة أيام يدخل معه تكبير آخر يسميه العلماء التكبير المقيد. والتكبير المقيد يختلف بين الحاج وبين غير الحاج وبين يعني ومن ليس بحاج. أما غير الحاج وهو من لم يحج منا يا إخوان سيبقى هنا في البلد،
فإن التكبير المقيد يبدأ في حقه من فجر يوم عرفة، الفجر اللي بتصبح فيه على عرفة هذا يبدأ التكبير المقيد. ما معنى التكبير المقيد؟ يعني هو كثرة التكبير في أدبار الصلوات بعد السلام. أنتم تسمعون دائما من خاصة من الشيبان كبار السن، وأما الشباب يعني ففيهم تفريط في هذه الشعيرة. وهذا التكبير المقيد وإن لم يصح فيه حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه من هدي الصحابة والسلف الصالح، هذا من سنة السلف الصالح، فقد كانوا يحرصون على التكبير المقيد. فإذا إذا صلينا فجر يوم عرفة يبدأ التكبير المقيد في حق من يا جماعة؟ في حق غير الحاج، اللي نسميه هنا الفقهاء يسمونه الحلال، يعني ليس بمحرم، هو حلال ليس ضد المحرم. وأما المحرم فإنه في يوم عرفة سوف يكون مشتغلا بالتلبية، سوف يكون مشتغلا بالتلبية. طيب يمر عليه يوم عرفة ما في تكبير مقيد في حقه، ويمر عليه صبح يوم النحر كله يوم عشرة برضو ما في تكبير مقيد في حقه. متى يبدأ التكبير المقيد في حق المحرم؟ في صلاة الظهر من يوم عشرة، يبدأ في صلاة الظهر من يوم عشرة. يعني كم بيننا وبينه؟ بيننا وبينه فجر يوم عرفة وظهرها وعصرها ومغربها، بس خلنا شوي شوي، ومغربها وعشاؤها وفجرها، ثم يتفق معنا بعد ذلك إيش؟ في ظهر يوم النحر نحن نكبر وهو يكبر. لماذا لا يكون متفقا معنا؟ نقول لأنه قبل ذلك يكون مشتغلا بالتلبية. فهذا هو التكبير المقيد وهذا هو التكبير المطلق، ونهايتهما معا في عصر آخر أيام التشريق ينتهي التكبير بنوعيه، ينتهي التكبير بنوعيه. والمستحب في هذا التكبير يا إخواني هو أن يجهر به الرجال وتسر به النساء، يجهر به الرجال، وقد كان عمر يجهر به في مسجد الخيف في منى حتى ترتج منى كلها تكبيرا، وكذلك ابن عمر وأبو هريرة كانا يكبران عندما يخرجان إلى السوق حتى ترتج الأسواق والمدينة كلها بالتكبير. ليس هذا من باب الرياء، لا، بل من باب إظهار شعائر، من باب إظهار شعائر الله. فلا يقول الإنسان والله أنا سأكبر فيما بينه وبين نفسي لأنه أبعد عن الرياء، نقول لا لا، المشروع في حقك هو أن تجهر بهذا التكبير جهرا تذكر به الناس وتسمع به الآخرين. وأما المرأة فإن السنة أن تسر بها. وانتبهوا يا إخوان، إذا قلنا يجهر به الرجال لا نعني أنهم يتفقون مجموعة في التكبير ابتداء وانتهاء، لأن هذا سيكون من التكبير من الذكر الجماعي، والذكر الجماعي ممنوع، لكن كل منهم يكبر جهرا لنفسه. يعني أنت تكبر تبدأ وتنتهي مع نفسك، وأنا أبدأ وأنتهي مع نفسي، لا أحاول أنا وإياك نقول من باب التشجيع نبدأ التكبير مع بعض وننتهي مع بعض، فنقول الله أكبر أنا وأنت وهكذا، فنقول هذا من التكبير الجماعي الذي لا ينبغي للإنسان أن يفعله. ومن الأعمال العظيمة التي سوف نستفرغ فيها بقية درسنا إن شاء الله هي الأضحية، من الأعمال التي تكون في هذه العشر والتي تستحب في هذه العشر هي الأضحية. الأضحية، طيب الأضحية الكلام عليها في الحقيقة يطول، لكننا نأخذها في فروع، في فروع. الفرع الأول، ما الأضحية؟ إذا قيل لك الأضحية وما الفرق بينها وبين الهدي؟ ما الأضحية وما الفرق بينها وبين الهدي؟ الأضحية هي ذبيحة من بهيمة الأنعام بلغت سنا معينة تذبح بعد صلاة الإمام تعبدا وتقربا لله جل وعلا في اليوم العاشر ها يا جماعة من ذي الحجة. طيب هل اللي يذبح الأضحية المحلين ولا الحجاج؟ أجيبوا يا جماعة، هي سنة المحلين، هي سنة المحلين، وهذا هو الفرق بينها وبين الهدي. فالهدي سنة الحجاج والمعتمرين، وأما الأضحية فهي سنة المحلين ممن لم يحج أو يعتمر. واضح يا إخواني؟ ماشي؟ طيب الفرع الثاني، ما حكم الأضحية؟ الجواب، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى فيها، والقول الصحيح أنها سنة متأكدة، سنة مؤكدة،
لو فوتها الإنسان وهو قادر فلا حرج عليه ولا إثم، لكنه يكون قد فوت عليه فضلا عظيما. فقد شهدت الأدلة الكثيرة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفضل العظيم لهذه الأضحية. يقول الله جل وعلا: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغفر للعبد ذنوبه قبل أن يقع دم الأضحية على الأرض، وأنه يعتق بكل جزء منه منها جزءا منه من النار. وهذه نعمة عظيمة لا يفرط فيها إلا المحروم. فإذا القول الصحيح فيها أنها سنة مؤكدة. الفرع الثالث: ما الواجب أو ما المشروع على من أراد أن يضحي؟ ما المشروع لمن أراد أن يضحي؟ الجواب: المشروع لمن أراد الأضحية ألا يأخذ بعد رؤيته لهلال ذي الحجة شيئا من شعره ولا من ظفره ولا من أجزاء جسده، ألا يأخذ منه شيئا، فلا يحف شاربا ولا يحلق شعرا ولا ينتف شعرا، لا من يديه ولا من رجليه ولا من فخذيه ولا من عانته ولا من إبطيه. من السنة يوفر شعره كاملا حتى أظفاره لا يقلمها. هذا لمن أراد أن يضحي. طيب، ما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أنه لا يجوز للإنسان فعل ذلك؟ الدليل على ذلك ما في صحيح الإمام مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا من ظفره شيئا، فلا يمس من شعره ولا من ظفره شيئا. فقوله فلا يمس هذا نهي، والمتقرر أن النهي يفيد التحريم. وفي رواية أخرى لمسلم: إذا رأيتم الهلال، يعني هلال ذي الحجة، وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. مسألة: هل هذا النهي نهي تحريم ولا نهي كراهة؟ الجواب: فيه خلاف بين العلماء، والقول الصحيح أنه نهي تحريم إذ لا صارف له. مسألة: ما الحكمة من ذلك؟ ما الحكمة من أن يبقى الإنسان بأظفاره وشعوره 10 أيام؟ ما الحكمة من ذلك؟ قال: حتى لا يحرم الله المحلين شيئا مما شرعه للمحرمين. فإن المحرم من حين ما يدخل في نسك الحج والعمرة فإنه يمسك عن أظفاره ويمسك عن الأخذ من شعره، فحتى لا يحرم المحل الذي منع من الحج أو حرم من الحج أو لم يقدر له الحج، حتى لا يحرم من كل مناسك هذا المحرم، شرع الله جل وعلا له أن يمسك عن أظفاره وعن شعره حتى يكون متشبها بمن في تلك البقاع والمناسك والمشاعر العظيمة. وقال بعض أهل العلم إنه بما أن ذبح الأضحية موجب للعتق من النار بإذن الله جل وعلا، فإن المستحب للإنسان أن يبقي كل أجزاء جسده حتى يقع العتق على كل أجزائها، حتى يقع العتق على كل أجزائه على كل أجزائه. مسألة: لو وكلت رجلا في الذبح فمن الذي يحرم عليه أخذ الشعر والظفر، أنا صاحب الأضحية أم الوكيل الذي سيتولى الذبح؟ الجواب: إنما الأحكام تتعلق بصاحب الأضحية سواء ذبحها بيده أو وكل في ذبحها، وأما وكيل الوكيل في الذبح فإنه لا يتعلق به شيء من الأحكام. فلو وكلتك يا عبد المجيد في ذبح أضحيتي فأنا الذي أمسك عن شعري وعن أظفاري، وأما عبد المجيد فهو مجرد وكيل، والوكيل لا يتعلق به شيء من الأحكام. مسألة: إذا كان الأب سيذبح عنه وعن أهل بيته فهل أهل بيته ممنوعون أيضا من أخذ شعرهم أو ظفرهم؟ أنتم فهمتوا السؤال؟ فهمتوا السؤال ولا ما فهمتوه؟ فهمت ولا ما فهمت؟ ها، مش تقول؟ أهل البيت أضحي عني وعن
أيوة. أيوة. الجواب لا، إنما يتعلق الحكم برب البيت الذي أراد الأضحية فقط، وأما أولاده وزوجته فلهم أن يأخذوا من شعورهم ومن أظفارهم، إذ لا يتعلق الحكم بهم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا. فهؤلاء يدخلون في الأضحية التي ذبحها أبوهم تبعا لاستقلالا. مسألة: ما الحكم لو أن الإنسان أخذ من شعره وظفره؟ أخذ، نقول الجواب: إذا أخذها ناسيا أو جاهلا الحكم فلا شيء عليه. إذا كان جاهلا الحكم أو ناسيا فإنه لا شيء عليه، ولله الحمد والمنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول، لأن الله جل وعلا يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ويقول الله جل وعلا: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فهذا أخذ ناسيا وجاهلا. وقد تقرر عند العلماء رحمهم الله أن من موانع التكليف الجهل والنسيان، فلا تكليف إلا بعلم وذكر وإرادة، وأن فعل المنهي عنه لا يؤثر إلا بذكر وعلم وإرادة، كما تقرر عند العلماء رحمهم الله تعالى. مسألة وأما لو أخذها عامدا، فإنه آثم في أصح قولي أهل العلم، لأنه ارتكب حراما، ومن ارتكب حراما فإنه مطالب بالتوبة إلى الله جل وعلا. هل عليه كفارة؟ الجواب: لا كفارة عليه إلا أن يتوب إلى الله. طيب، أخذها عامدا، هل يمكن من أن يضحي بعد ذلك ولا حرم من الأضحية؟ أخذها عامدا متعمدا، فهل نقول خلاص إذن أنت لا تضحي، أنت أخذت من شعرك وأنت متعمد ما تضحي؟ نقول: لا، هذه سنة وهذه هذه شريعة وهذه شريعة، لا علاقة لإحداهما بالأخرى. بمعنى أن من أخذ من شعره عامدا فلا نقول له لا تضحي، لا، بل ضح ولا تعالج الخطأ بالخطأ، وإنما عليك التوبة النصوح إلى الله جل وعلا، ولا شيء عليك غير ذلك. نعم. مسألة جديدة أو فرع جديد، اكتبها عشان نخلصها، بس معلش اكتب السؤال لا تنسى، لأن ترى بأسئلتكم أنتم تثيرون أكثر من المسائل التي أطرحها، مع أني أحاول أني أسوف إن شاء الله ما ذكره الفقهاء في هذه المسألة. فرع من فروع الأضحية: ما شروطها؟ ما شروط الأضحية؟ يعني ما شروط صحة كون هذه الشاة تقع أضحية؟ نقول: لقد ذكر العلماء أن الشاة لا تقع أضحية إلا بجمل من الشروط. الشرط الأول: أن تكون من بهيمة الأنعام خاصة. وقد تقرر عند العلماء يا عبد الرحمن إذا قلنا بهيمة الأنعام فنعني بها إيش يا جماعة؟ الإبل والبقر والغنم. وبناء على وهذا في قول عامة أهل العلم، بل حكي إجماعا، واضح يا جماعة؟ وبناء على ذلك فلا يجوز التضحية بالديك ولا بالدجاج ولا بالأرانب، كما يفتي به بعض السفهاء في بعض البلاد، يقولون: الآن الغنم غالية وليس كل مسلم يستطيع أن يضحي، فبدل أن نحرم المسلمين من هذه الشعيرة نجيز لهم أن يذبحوا ولو شيئا يسيرا في هذا اليوم ليتم فرحهم مع سائر المسلمين. فنقول: هذا خطأ، وهذا اجتهاد في مورد النص، ولا اجتهاد في مورد النص. ولذلك الله جل وعلا نبأ، ولذلك عندكم قاعدة خذوها: كل ذبح واجب فلا بد أن يكون من بهيمة الأنعام، كل ذبح واجب فلا يجزئ إلا أن يكون من بهيمة الأنعام. إذن هذا أول شرط، أن تكون من بهيمة الأنعام. الشرط الثاني: أن تبلغ السن المعتبرة شرعا، يعني لا تذبحها صغيرة، بل هناك سن لا بد من مراعاته، ويختلف هذا السن باختلاف بهيمة الأنعام المذبوحة. فهناك سن في الإبل، وسن في البقر، وسن في الغنم. طيب،
أما سن الإبل فخمس سنين لأنها حينئذ تكون مسنة خمس سنين، وأما سن البقر فهي سنتان فقط، وهذا ترى فيه خلاف طويل لكن أنا أذكر لكم الأمر الراجح فقط. ففي الإبل خمس سنين وفي البقر سنتان، وأما في الغنم فإن الغنم ينقسم إلى قسمين معز وضأن، يعني نعيمي وإيش لا نعيمي ونجدي هذه كلها ضأن، الضأن النعيم ونجدي ها وعنز معز نسميها العنز ها. فمعليش عشان نفهم بس، فأما الضأن فستة أشهر وأما المعز فسنة، أما الضأن فيجزئ فيه الجذع وهو ستة أشهر، وأما المعز فلا يجزئ أقل من سنة. من يستطيع أن يعيدها لي مرة واحدة؟ أنا سأقول وأنتم أجيبوا بصوت مرتفع شوي حسن نسمع. المعز سنة، المعز سنة، الضأن سنة ستة شهور ها؟ نعم لا المعز، المعز سنة، البقر طيب البقر بكل أنواعه سواء منه الأهلي أو المتوحش الجواميس وهذه كلها من البقر طيب سنتان، والإبل، والإبل بنوعيه العرابي والبخاتي، العراب هذا اللي نعرفه ذي سنام واحد، لكن أما البخاتي وش يا جماعة أم سنامين. فإذا كل ما يدخل في مسمى الإبل بأنواعه فسنه خمس، وما يدخل في البقر سنه سنتان، وما يدخل في المعز فسنه سنة، وأما الضأن فهو ستة أشهر. فإذا ذبح الإنسان دون هذه السن المعتبرة فإن ذبيحته تقع أضحية ولا شاة لحم؟ شاة لحم حطها في وسط الثلاجة ذي ما تمشي عند الفقهاء، لا تقع عنك أضحية، لا تقع عنك أضحية. طيب الثالث، الشرط الثالث سلامة تلك الأضحية من العيوب، سلامتها من العيوب يا أحبابي. طيب هل عيوب هذه سوف نطيل فيها قليلا؟ هناك عيوب لا تجزئ معها الأضحية مطلقا، وهناك عيوب تجزئ الأضحية معها لكن مع الكراهة. إذن صارت العيوب في الأضحية تنقسم إلى قسمين، عيوب لا تجزئ معها الأضحية إطلاقا، القسم الثاني عيوب تجزئ معها الأضحية ولكن مع الكراهة. طيب والأصل في العيوب التي لا تجزئ معها الأضحية حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدوا معي أربع لا تجوز في الأضاحي، أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، العوراء البين عورها. قوله البين عورها يعني المتضح لكل من يراها، إذن هناك عور لا تضر معه الأضحية وهو العور اليسير الذي ليس ببين. فإذن العوراء قسمان، عوراء بين عورها وعوراء ليس ببين عورها، فحينئذ العوراء البين عورها هذه هي التي لا تجزئ معها الأضحية. والمريضة البين مرضها، البين مرضها وهو ذلك المرض الذي يمنعها من المشي مع الصحيحات أو يقعدها عن أكل العلف، المهم أن أصحاب هذه المواشي يعرفون أن هناك أمراض خطيرة تصيب هذه المواشي. قوله البين مرضها يخرج المريضة يسيرا كالسعال، في بعضهم عند السعال، فهذه لا تمنع الأضحية، ولكن كلما كانت الأضحية بعيدة وسليمة عن الأمراض كلما كانت أكمل وأعظم أجرا عند الله جل وعلا. طيب هذه الثانية، ثالثة العرجاء البين ضلعها، العرجاء البين ضلعها أو ضلعها، يعني بمعنى أنها إذا مشت فإن الجميع يرى عرجها، هذه عرجاء، هذه لا يصلح أن يضحى
لا يصلح أن يضحى بها. ومنها قال الكثيرة، الكثيرة يعني وهي المنكسرة، والكسر معروف، وفي لفظ والعجفاء وهي كبيرة السن جدا، الهزيلة، الهزيلة التي لا تستطيع أن تمشي مع الصحيحات. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده وأصحاب السنن بسند صحيح. هذه هي الأصل في العيوب التي لا تجزئ. وأنا سأذكر لكم جملا كثيرة كبيرة من أسماء تلك العيوب، ثم أذكر الحكم باختصار، تجزئ أو لا تجزئ أو تجزئ مع الكراهة. طيب إذا خذينا الآن العوراء البين عورها، تجزئ ولا ما تجزئ؟ لا تجزئ. والمريضة البين مرضها، تجزئ ولا لا؟ ما تجزئ. والكثيرة لا تجزئ. وإيش قلنا الرابعة؟ العرجاء البين ضلعها أيضا لا تجزئ. طيب ما العرجاء يسيرا تجزئ مع الكراهة، صح. المريضة يسيرا تجزئ ولكن مع الكراهة. طيب العمياء فيها خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح أنها ما تجزئ. طيب والدليل؟ إذا كانت العوراء وهي ذهاب أحد العينين لا تجزئ معه الأضحية، مع أن الشاة تبصر بواحدة، فإن العمياء التي ذهب بصرها بالكلية من باب أولى. وأنت تعرف أن العوراء سوف يقصر أكلها بسبب فقد إحدى عينيها، طيب العمياء سوف تكون هزيلة جدا لقلة أكلها. بعض أهل العلم يقول لا، بالعكس، للعمياء سيرحمها صاحبها ويقرب عندها ها العلف كله، تخليها تأكل أول وحدة. نقول لا، هذا ليس في الناس جميعا، المهم أن هذا عيب سوف يؤثر على مطعمها ومشربها، وبناء عليه سيتأثر جسدها فلا تسمن. إذن القول الصحيح أن العمياء يمنع التضحية بها. طيب مقطوعة إحدى الرجلين أو اليدين ها لا تجزئ، لما؟ شو الدليل؟ ها إذا كانت العرجاء مع وجود الرجل لكن عيب في الرجل أو اليد، إذا كانت العرجاء لا تجزئ، فكيف بمقطوعة الرجل أو اليد أصلا؟ هذا لا جرم أنها لا تجزئ من باب أولى. ولأن اليدين والرجلين في بهيمة الأنعام في الأضحية عضو مقصود بالأكل، فإذا هذا ذهب هذا العضو المقصود بالأكل فيكون فيه عيب يا حاتم يلي جاك النوم. ومنها التضحية بالمصفرة. شو المصفرة؟ المصفرة هي من قطعت أذنها كلها من أساسها حتى بان صماخ الأذن، بمعنى أنه لم يبق شيء من الأذن مطلقا، هذه سميها الفقهاء المصفرة، وقد وردت هذه التسمية في الحديث. ما حكم التضحية بها؟ الجواب لا يجزئ، لا يجزئ، الجواب لا يجزئ. طيب هناك نوع خلقه الله جل وعلا من بهيمة الأنعام بلا أذان أصلا أو أذان سكاء، هذه سيأتي حكمها بعد قليل إن شاء الله. ومنها التضحية بالمستأصلة. وش المستأصلة؟ ها يا جماعة قالوا هي ماذا؟ من كسر قرنها أو جني عليه فذهب كله فلم يبقى من قرنها شيء، هذه يسميها العلماء يا خطاب المستأصلة. وهذه ما حكم التضحية بها؟ حط جدول أحسن لك. قال ما حكم التضحية بها؟ نقول التضحية بها لا تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التضحية بالمستأصلة. طيب ومنها البخقاء. ومنها البخقاء، البخقاء مثل العوراء يعني البخقاء، وهي التي تبخق عينها، والبخق عيب في العين أقبح من العور. البخق في العين عيب أعظم من العور. طيب بما أنه أعظم من العور فما حكم التضحية بها؟ أجيبوا يا جماعة، لا تجزئ، لا تجزئ من باب أولى، لا تجزئ من باب أولى. طيب المشيعة،
كل هذه أسماء عيوب ترى عند الفقهاء بتمرون عليها إن شاء الله مع كبرك في السن وطول دراستكم سوف تمرون عليه، لكن خذوها من الآن. المشيعة هاجمعة، ما هي المشيعة؟ قالوا هي البهيمة التي كبرت في سنها جدا بحيث لا تستطيع أن تمشي مع الغنم إلا في الخلف، فكأنها تشيعهن. نقول شيعوا الجنازة، ايش معنى شيعوا الجنازة؟ يعني خلوا الجنازة قدامهم مشوا ايش وراءها، فهذه الغنمة ما تقدر تلحقهم. طيب وش المشكلة إذا كنا تمشي وراهم؟ يقول لا، الغنم مع كثرة تنبي سفن العلف. طيب إذا اللي وراهم بتلقى شيء؟ شوف كيف الفقهاء قالوا ما بلاقي شيء، فحينئذ هذا يؤدي إلى هزالها، فحينئذ هذه لا تجزئ التضحية بها لأنها بلغت في السن مبلغا كبيرا من الهزال. طيب ومنها أيضا مبيضة العين، مبيضة العين في بعض العين تصير بيضاء عليها غشاء أبيض، نقول إذا كان لا يمنع رؤيتها وإنما يضعف بصرها فلا حرج، فلا حرج فيه، ولكن كلما كانت العين أسلم فلا عمى ولا بخق ولا عور ولا بيضاض فيها، فإن أجرها أعظم عند الله جل وعلا. فإذا القول الصحيح أن مبيضة العين يجزئ التضحية بها إذا كان هذا البياض لا يمنع من بصرها ولا رؤيتها. طيب ومنها العمشاء، العمشاء ايش رايكم يا جماعه؟ بنطول عليكم في هذه. العمشاء، العمشاء هي البهيمه التي تبصر في النهار ولا تبصر في الليل، دورها في النهار، في الليل تقول لا السلام عليكم ما عندك احد، تصقع في الباب، تصقع في الحديد، تصقع ما تشوف شيء قدامها، هذه عمشاء. هذا حتى العمش في بني ادم هو هذا العمشاء. نقول القول فيه خلاف بين العلم أهل العلم، والقول الصحيح إجزاؤها من غير كراهة، تجزئ العمشاء يجزئ التضحية بها من غير كراهة. قالوا سبحان الله ولما؟ نقول لأن العبرة هي رؤيتها في النهار، لأن البهائم متى ترعى يا جماعة؟ ها جماعة في النهار، فإذا بما أنها تبصر في النهار فإذا عميت في الليل ولم تستطع أن تبصر علفها في الليل فهذا لا شأن لنا به، لأنها غالبا ما تكون محبوسة في الحظيرة. ومنها الحولاء، الحولاء وهو اضطراب النظر وتصادمه، العور ذهاب العين، لكن الحول العينان موجودتان ولكن البصر ها يعني متصادم، فترى الشيء الواحد شيئين، فما حكم التضحية بها؟ نقول القول الصحيح جواز التضحية بها من غير كراهة، لا حرج في ذلك، لأن حولها لا يمنع من لا يمنع من علفها، لا يمنعها من العلف والأكل والمشي مع أخواتها. ومنها أيضا العشواء، اسمها كذا يسمونها العشواء، وهي التي تهطل دموعها، مثل عندنا من تصاب عينه بالتراخومة، هذه تصير عينه تدمع دائما، ليس كذلك؟ في بعض البهائم ترى عينها دائما تدمع، فهذه يسميها الفقهاء العشواء. فماذا نقول فيها؟ القول الصحيح أنه تجزئ التضحية بها ولا حرج، ولا حرج في ذلك، ولا حرج في ذلك. طيب ومنها الهتماء والثرماء، الهتماء من سقطت أسنانها، والثرماء من سقطت مقدم أسنانها. الهتماء من سقطت، البهيمة التي سقطت أسنانها، والهتماء عفوا والثرماء ما سقط مقدم أسنانها، وقد اختلف العلماء فيها، والقول الأقرب إن شاء الله هو إجزاء التضحية بها ولكن مع الكراهة، لأن وجود الأسنان أو فقد الأسنان يؤثر على إيش؟ يؤثر على أكلها للعلف، يؤثر على أكلها للعلف. فإذا القول الصحيح جواز التضحية بها مع الكراهة. ومنها أيضا الجماء، الجماء وهي التي لا قرون لها بأصل الخلقة، بهيمة أنعام لا قرن لها بأصل الخلقة، يعني لم يعتد على قرنها فينكسر، لا هذه أخذنا حكمها في قولنا القرناء، لكن هذه الجماء
وهي بهيمة من الأنعام لا قرن لها، فما حكم التضحية بها؟ ها يا جماعة، القول الصحيح جوازه بلا كراهة. طيب، ومنها مكسورة بعض القرن، ما حكم التضحية بمكسورة بعض القرن؟ نقول إذا كان هذا الكسر فوق النصف، يعني شيء يسير وجزء يسير من أعلى القرن أو من جوانبه لكن مع بقاء أصله وأكثره، فإن التضحية بها جائزة مع الكراهة، فإن التضحية جائزة مع الكراهة، التضحية بها تجوز مع الكراهة، فالأسلم أن يكون قرنها سليما، لكن إن انكسر بعضه فإنه لا حرج في ذلك. ومنها أيضا الهيماء، ومنها أيضا الهيماء، طولنا عليكم في هذه، الهيماء وهي الدابة التي تهيم على وجهها في البر ولا تأتي إلى المرعى بسبب مرض أصابها، فمن شدة إصابتها بهذا المرض ما تبي تأكل ولا ترعى مع البهائم، فما حكم التضحية بها؟ نقول لا يجزئ التضحية بهذه الهيماء، لا تجزئ التضحية بها بهذه الهيماء. لماذا؟ لأن عدم أكلها مع بقية البهائم يفضي إلى هزالها وإلى ضعف جسمها. ومنها كذلك السكاء بالهمز، السكاء وهي قصيرة الذنب، وهي قصيرة الذنب، التضحية بأصل الخلقة طبعا، التضحية بها جائزة ولا حرج فيها. طيب، ومنها أيضا البتراء، يسمونها البتراء، والبتراء هي التي لا ذنب لها بأصل الخلقة أو مقطوع ذنبها. نقول إذا كان ذهاب ذنبها بأصل الخلقة، يعني عدم وجود الذنب هو بأصل الخلقة، فإن التضحية بها جائزة لا حرج فيها، وأما إذا كان بالجناية عليه فإن الذنب إن ذهب كله بالجناية، إن ذهب كله بالجناية فإنه لا تجزئ التضحية بها، وأما إذا كان ذهب بعضه فقط يعني بقي أكثره فإن التضحية بها جائزة مع الكراهة. فإذن من لا ذنب لها أو لا إلية لها بأصل الخلقة هذه التضحية بها جائزة بدون كراهة. طيب، إذا جني على بعض الذنب يعني وما ذهب إلا جزء يسير منه فالتضحية بها جائزة مع الكراهة، وأما إذا قطع ذنبها وجني على ذنبها أو إليتها فذهب كله فحينئذ لا تجزئ التضحية بها. المجزوزة، ومنها المجزوزة وهي التي جز صوفها، هل يجوز لك أن تضحي بمجزوزة الصوف؟ الجواب نعم، لا حرج في ذلك، إذ لا نهي ولا كراهة في ذلك، بل ولا كراهة في ذلك في أصح قولي أهل العلم. ومنها المكوية، إيش معنى المكوية؟ التي فيها إيش؟ أيوة، المكوية التي فيها كي، وسم أو غير وسم أو للعلاج أو نحوه. المكوية هل يجوز التضحية بها؟ نقول نعم، يجوز التضحية بها من غير كراهة. الحامل هل يجوز التضحية بها؟ الحامل يا جماعة هل يجوز التضحية بها؟ الجواب نعم، يجوز التضحية بها، وذكاتها ذكاة لجنينها إذا نزل ميتا، وذكاتها ذكاة لجنينها إذا نزل ميتا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما حكم التضحية بالشرقاء؟ الشرقاء هي مشقوقة الأذن فقط، ليست مقطوعة ولا معتدا عليها، وإنما مشقوقة فيها شق فقط، فنقول التضحية بها جائزة ولكن مع الكراهة، التضحية بها جائزة ولكن مع الكراهة. هذه جمل من أسماء من العيوب وأحكامها مما ينبغي أن تنزه الأضحية عنها. فإذا هناك من العيوب ما لا تجزئ معه الأضاحي كما فصلت، وهناك عيوب تجزئ معه الأضحية ولكن مع الكراهة، وهناك عيوب لا تؤثر في الأضحية لا منعا ولا كراهة. فرع، والأفضل للإنسان أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إذا كان عارفا. الأفضل للإنسان أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه إذا كان عارفا، فإن لم يكن عارفا ووكل غيره فالأفضل أن يشهد ذبحها تعظيما لشعائر الله جل وعلا.
فرع ولا يصح الذبح إلا ها أجمع إلا ممن هو أهل للتذكية. إذا قال العلماء أهلية المذكي ماذا يقصدون بها؟ يقصدون بها أن يتولى الذبح مسلم أو كتابي يهودي ولا نصراني، فذبائحهم للمسلمين جائزة إذا ذكروا عليها اسم الله جل وعلا. فرع والتسمية عليها شرط لصحتها لحلها، التسمية عليها شرط لحليتها، فإذا ذبح ولم يذكر اسم الله جل وعلا عليها فإن ذبيحته حرام لقول الله جل وعلا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فرع والأفضل مع التسمية أن يكبر، أن يقول بسم الله هذه شرط، الله أكبر، والأفضل له كذلك أن يقول اللهم هذا منك ولك، أو اللهم تقبل من فلان وآلي فلان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومن السنة ألا يحد الشفرة وهي تنظر حتى لا يذبحها عدة ذبحات قبل أن يذبحها ذبحتها التي كتبها الله عليها، فإن الشاة لها إحساس وشعور، ولذلك تفزع وتجزع قبل إذا رأت الشفرة تحد، لأنها تعرف أن هذه الشفرة سوف تذبح بها بعد قليل. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تحد الشفرة والبهيمة تنظر، والبهيمة تنظر. ومن السنة في الذبح توجيهها إلى القبلة، أن توجه الذبيحة إلى القبلة، ولو وجهها إلى غير القبلة فلا حرج عليه، لكن الأفضل أن يوجهها إلى القبلة لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قول أكثر أهل العلم، بل هو قول عامة أهل العلم فيما نعلم والله أعلم. ومن السنة أن يضجعها على جانبها الأيمن ولا الأيسر يا جماعة؟ إيه، هذا يختلف باختلاف يده التي سيذبح بها، فإن كان يذبح باليد اليمنى فيضجعها على جانبها الأيسر، وإن كان يذبح باليد اليسرى فيضجعها على جانبها الأيمن مستقبلة للقبلة في كلا الحالتين. ومن السنة أن يضع رجله على صفحة عنقها حتى يخفف من حركتها عند إمرار السكين على رقبتها. واضح يا جماعة؟ واضح هذا ولا لا يا جماعة؟ ولا يجوز له أن يبدأ في سلخها إلا بعد أن تخرج روحها وتبرد تماما، لأن من الناس من يبدأ يكسر عظمها أو هاجمعه أو يسلخ والروح لا تزال موجودة، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز. فرع ومن السنة أيضا أن يأكل من أضحيته ويهدي منها، ها انتبه، ويتصدق، وإن شاء أن يدخر فلا حرج عليه، وإن شاء أن يعزم عليها أقاربه وأحبابه فلا حرج عليه، لكن لا بد أن يأكل، والأفضل له أن يقسمها إلى ثلاث، أن يأكل منها وأن يتصدق وأن يهدي، وأن يهدي منها لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بل إن من السنة ألا يأكل الإنسان قبل صلاة العيد شيئا حتى يأكل من أضحيته. فرع ومن شروط صحة الأضحية أيضا ألا تذبح إلا بعد صلاة الإمام العيد، فلا يجوز للإنسان أن يذبح إلا بعد أن يفرغ الإمام من الصلاة. وأي إمام؟ ليس المقصود به الملك عبد الله فقط، لا، بل إمام صلاتك، بل إمام بلدك، أمير بلدك الذي تصلي معه، الإمام الذي عندك، مثل عندنا الآن إذا فرغ، ها، إذا فرغنا من صلاة العيد الآن نحن نذبح. طيب لو خالف الإنسان وذبح قبل الصلاة، يعني المصلخ فاضي ولا عنده أحد ولا شيء، بيزدحمون عقب الصلاة، ما في فرصة، ما في قول، ما في شيء، نقول لا،
من ذبح قبل الصلاة فإنها لا تقع موقعها، فلا تكون أضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، فليعد مكانها أخرى. وفي رواية: فشاتك شات لحم، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. ومن شروط صحة الأضحية أيضا أن يقع الذبح في وقته، ووقته من بعد صلاة الإمام العيد إلى آخر أيام التشريق، إلى عصر آخر أيام التشريق. فمن ذبح قبل غروب الشمس من آخر يوم فقد وقعت أضحيته في موقعها، ولله الحمد والمنة. فقد وقعت أضحيته في موضعها ولله الحمد والمنة. طيب، لو أن الإنسان مسألة، لو أن الإنسان ذبح قبل الصلاة جاهلا فما الحكم؟ لو أن الإنسان ذبح قبل الصلاة جاهلا فما الحكم؟ نقول: حتى ولو كان جاهلا فإن شاته شات لحم، ما تقع أضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بردة بن أبي نيار خال البراء بن عازب، لما قال: يا رسول الله، إني ذبحت قبل أن أصلي، فقال: شاتك شات لحم، ولم يعذره بكونه جاهلا. مسألة: ما حكم التضحية عن الميت؟ ما حكم التضحية عن الميت؟ أقول: هذا فيه تفصيل. أما إذا كانت هذه الأضحية من مال الميت وتركته، أو من وقف وضعه وأوصى به، فحينئذ يجب أن تنفذ وصيته على وجهها، ولا يجوز الإخلال بوصيته، لأن الأضحية من ماله هو، من مال وقفه، وقد حدد أن من جملة مصارف هذا الوقت أن يضحى عنه به، فحينئذ هذا لا حرج فيه. وأما إذا لم يكن الميت قد أوصى بشيء من ذلك، ولكن من باب بر أبنائه به أن يفردوه بأضحية، فنقول: لا، هذا ليس من السنة، بل السنة في الميت أن يدخل مع الأحياء، أن يدخل مع الأحياء تبعا، فيذبح الإنسان الأضحية عن أهل بيته الأحياء والأموات، فيدخل الأموات من أهل بيته كما يدخل الأحياء. فإذا السنة في حق الميت أن يكون تبعا للأحياء، أما أن يفرد من مال أبنائه بأضحية من غير وصية فهذا ليس من عمل السلف، فلم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحد من صحابته، ولا أحد من سلف الأمة، هذا غير معروف عندهم، بل إن بعض أهل العلم نص على كراهتها، وقد غلى الناس في ذلك حتى إنهم يتركون الأحياء بلا أضحية عشان تضحي عن الميت، وربما بعضهم يضحي عن الميت من غير وصية بخمس أضاحي، كأنه بذلك يكرم ميته. وقد ماتت خديجة قبل الرسول ومع ذلك ما ضحى لها، ومات عمه حمزة وما ضحى له، ومات جميع أبنائه الذكور وما ضحى لهم، ومات جميع بناته إلا فاطمة فما ضحى لها. فلو أن التضحية عن الميت منفردا بها وليست وصية ولا من ماله، من باب البر ونفع الميت، من باب البر والإحسان له، لكان فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والعبادات توقيفية. واضح يا جماعة هذا؟ إذن التضحية عن الميت تجوز في حالتين وتمنع في حالة. الحالة الأولى: إذا كان قد أوصى بها من ماله هو. كيف من ماله؟ يعني من غلة وضعها وقفا، فهذا لا حرج فيه. الثانية: أن يتبع الأحياء في الأضحية، أن يكون تابعا للأحياء. والحالة الثالثة التي نمنعها هي أن يفرد الميت بأضحية خاصة لا يدخل معه أحد، وليس من ماله ولا وصية، فهذا هو الذي ليس من السنة في صدر ولا ورد. ومما وهنا فرع أيضا، وهي أن الشاة الواحدة تجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لحديث أبي أيوب قال لما سئل كيف كانت الضحايا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: كان الرجل يضحي بالشاة الواحدة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. إذن هذا من تخفيف الله وتيسيره، لو أنه أوجب على كل واحد من أهل البيت شاة لا حصل في ذلك العسر والمشقة، ولكن الأب يكفي في أضحيته، تكفي أضحيته عنه وعن أهل بيته.
وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يستقل بشاة فلا أقل من أن يشترك هو وسبعة في بدنة أو بقرة، فإن القول الصحيح أن البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة، لحديث جابر في صحيح الإمام مسلم: البقرة البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. والسبع الواحد يجزئ عن الرجل وعن أهل بيته، لأنه يقوم مقام الشاة، لأنه يقوم مقام الشاة. طيب أيهما أفضل؟ نقول الأفضل أن يفرد الإنسان أضحيته عن غيره، فالأفضل أن يضحي بالبدنة منفردة بالحال، يذبح عنه وعنها البيت، ليست أسباعا لا، أو بالبقرة عنه وعن أهل بيته، أو بالشاة عنه وعن أهل بيته. فإن لم يكن هذه الثلاث، لا بدنة مستقلة ولا بقرة مستقلة ولا شاة، فإنه حينئذ يجزئه أن يدخل في سبع بدنة أو سبع بقرة، ولكن ينبغي له أن لا يذبح البقرة في مكان لا يأكل أهله عادة البقر، ولا يذبح ها جماعة إبلا في مكان لا يأكل أهله عادة الإبل. أنت يعني صرت في الهند لا تذبح بقرة، ترى يذبحونك عقبها على طول، لأنهم يعبدون البقر ولا يأكلون لحم البقر. وهنا فرع جديد، وهي أن هناك امرأة كانت متزوجة ثم طلقت، فصارت تلك المطلقة بأولادها عند رب البيت، فهل يفرد أبناءها بأضحية ولا يدخل أبناؤها مع أبنائه تبعا؟ ايش رأيكم يا جماعة؟ أنتم تصورتوا المسألة؟ وهي أن تلك المطلقة أبناؤها معها، وأبوهم لم يضحي عنهم، إذا ضحى عنهم أبوهم المشكلة زالت، لكن لو لم يضحي عنهم أبوهم فإن والد البنت إذا ضحى عنه وعن أولاده وعن أولاد أولاده إذا كانوا متفقين في الإناء يأكلون مع بعض في بيت واحد ونفقة واحدة، فإنه إن شاء الله تجزئهم. طيب الولد إذا كان مستقلا في بيت فهل تجزئ أضحية أبيه عنه؟ الجواب لا، ما تجزئ خلاص، لأنه انفرد عنه في الإناء، انفرد عنه في الإناء وصارت نفقته مستقلة عن نفقة أبيه، وصارت نفقته مستقلة عن نفقة أبيه. هذه جمل يسيرة من أحكام الأضحية، هذه جمل يسيرة من أحكام الأضحية. ونختم ذلك بالكلام على شيء من الصلاة التي ستمر علينا في هذه العشر، وهي صلاة العيد، وهي صلاة عيد الأضحى. فمن المشروع، فالقول الصحيح في صلاة عيد الأضحى أنها فرض عين على كل رجل على كل مكلف من الذكور، فلا يجوز للإنسان أن يخل بها إذا كان قادرا على المجيء إلى المسجد، بل يستحب أن نخرج النساء ولو الحيض ويعتزلن مصلى المسلمين حتى يشهدن الخير ودعوة المسلمين، لما في الصحيحين من حديث أم عطية: أمرنا أن نخرج يوم العيد الحيض والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. ومن السنة أن نبدأ أن نستمر في التكبير حتى يخرج الإمام إلى المنبر ويبدأ، عفوا، حتى يخرج الإمام ونبدأ في الصلاة، حتى تقام الصلاة ونبدأ بها، حينئذ ينقطع التكبير، وهي السنة التي لا نسمعها كثيرا من الناس، تلقى ذا الشيبان فقط من هنا، نبي كل المسجد يضج بالتكبير هذا العام، كل الناس يكبرون، لا ينشغل الإنسان بقراءة القرآن، وإنما التكبير في هذا الوقت قد يكون أفضل. لما؟ لأن كل ذكر في مكانه أفضل من غيره، وإن كان الآخر أفضل منه بالجنس، وإن كان الآخر أفضل منه بالجنس. ومن السنة أن يذهب الإنسان إلى مصلى العيد ماشيا إذا استطاع ذلك، وكان مصلى العيد قريبا فالسنة أن يأتي إلى العيد ماشيا. ومنها أيضا السنة في صلاة العيد أن تقع في مصلى خاص، يكون هذا المصلى مكشوفا ويكون في الصحراء، هكذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا منع من ذلك عارض مطر شديد أو عارض برد شديد، فحينئذ يقيمها المسلمون في بعض المساجد البلد. ومنها أيضا مخالفة الطريق، فيستحب للإنسان أن يذهب إلى العيد من طريق ويرجع من طريق آخر. ومنها أيضا التهيئة بالعيد، وذلك بلبس أحسن الثياب، والرجال يلبسون البشوت والعباءات، وكذلك يلبسون وكذلك يتهيئون لها بالتنظيف وإزالة الشعر
الذي تستحب إزالته وكذلك الاغتسال. ولا بأس بالتهنئة بالعيد بأن يقول بعضنا لبعض تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وعليه أن يزيل ما في قلبه في هذا اليوم العظيم وهو من أيام الله، يزيل ما في قلبه على إخوانه المسلمين من الدغل والحقد والحسد، وأن يزيل ما بينه وبين إخوانه من الخصومات والقطيعة، وأن يصل بعضهم بعضا، وأن يجعلوها فرصة سانحة لإصلاح ذات بينهم. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، ونسأل الله جل وعلا أن يعيننا وإياكم على استغلال هذه الأوقات بما يقربنا إليه ويرفع درجتنا عنده، وأن يتقبل منا يسير أعمالنا ويضاعف لنا فيها أجورنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان www.السعيدان.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.